السلام عليكم البنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كنتمنى تكونوا بالف خير ويكون ايامكم رمضانيه ان شاء الله تدوز في ظروف زوينه وبصحه مزيانه ان شاء الله، وفي ذكر الصحه دائما حاولوا توجدوا يعني تاكلوا الحويجات اللي هي صحيه، لان الصيام تنستفدوا منه النهار كله، تنتخلصوا من السموم، ما نجيوش في الليل ونفسدوا هذاك الشيء اللي درنا النهار كله. اذا بقاو معايا اليوم غنبارطاجي معكم وصفه اللي هي صحيه واللي كنعتمدها البنات بالنسبه للسردين اللي متواجد في بلادنا الحمد لله. كيجي رائع، كيجي زوين بلا قلي بلا حتى شي مواد يعني حافظه، ولا كتستافدوا منه مزيان. وكنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتجربوها اكيد في البيوت ديالكم، الوليدات راه كيحماقوا عليها. اذا شاهدوا الفيديو حتى النهايه وشكرا على المتابعه وعلى الدعم ديالكم. المهم البنات، الوصفه ديال اليوم غادي تكون اولا في هذا لا فيديو، هي صراحه كندير بزاف ديال الوصفات تقريبا كتكون في يومين ولا حتى كنصور لكم دي فيديو باش نلوحهم لكم كلهم في دقه، ما تجيني صعيبه يعني كنفرق دوك لي فيديو. المهم الوصفه اللي غنحط لكم في هذا لا فيديو هذا ان شاء الله راه هي ديال الكفته ديال السردين. المهم غادي تشوفوني هنا حاطه كلشي، السردين بجوج ديال الطرق اللي ما فيهمش القلي نهائيا وكيجيو بنان وكيجيو رائعين. المهم هنا عندي السردين خديت كيلو ونص، هاد الكمية طحنتها وهاد الكمية خليتها بحال هكا. نبارطاجي معكم من بعد هاد الوصفة هادي، نبارطاجي معكم الطريقة يعني ما تنديرش القلي نهائيا كيف ما سبق وقلت، الصحة نحافظوا عليها سيغتو في رمضان، لأن كنكونو تخلصنا من السموم بالنهار وكنزيدو ندكسوها في الليل يعني كنضيعو كاع داكشي اللي استفدنا منه ما كاينلاش. المهم السردين كما كتعرفوا صحي ومفيد للصحة ديالنا بزاف ومتواجد الحمد لله في بلادنا. هنا البنات انا بارطاجيت معكم الكميه اللي غنديرها انا وليداتي، يعني ما زدت ما كذبت ما حتى شي حاجه، داكشي اللي غندير انا وليداتي. ما تنبغيش نلوح انا الماكله، ما تنبغيش نلوح النعمه ديال الله سبحانه وتعالى، تنبغي داكشي يتكل ونطويو ونجمعو ونغسلو المعنات. ما تنبغيش نكونجلي بزاف، ما تنبغيش يعني هكا نستوكي الماكله اللي ممكن ما نوصلهاش ونلوحها، تنبغي داكشي نهار بنهارو غير شويه نستافدو منه ونحسو يعني نستمتعو بالبنه ديالو. الله يجعل شي بركه، ما تبقاش ليا الماكله ما تعجبنيش تبقى ليا، هذه هي الام حسناء. المهم الا صورت لكم الجهه الاخرى ديال الكوزينه البنات راه غادي تخلعوا، راه باقا عاد غنمشي نجمع الروينه. بالنسبه للناس اللي صراحه كيحطوا شي حاجه مفيده في اليوتيوب صراحه الله يحسن العوان، صراحه صعيب باش تصوري وتحطي شي حاجه اللي زوينه ومفيده للناس، والروينه راه اللي انتي اللي عايشه فيها ربي اللي عالم. مع التصوير راه كتخدمي غير بوحدك وكدي تجري من هنا ومن هنا ويلا كتكافي يعني باش تبدي تصوري يعني توجدي داكشي للناس هكا. يعني بامكاني انا بين نجي صايب انا ما غاديش نحط هادشي هكا، غادي نجي نبدا نحط من بلاصه العطريه ونبدا نحط مباشره في البوطه في المقله اولا في الاناء اللي غنخدم به. المهم بلا ما نطول عليكم بالهضره، طولت عليكم ياك. دابا غادي ناخذ الكفته ديالي ديال السردين، غادي نضيف ليها واحد الكميه ديال البصله. ها نتوما كتشوفوا المقادير عندي هنا راه بسيطه متواجده في كل بيت. عندي هنا البصله بامكانكم تنقصوا على هذه الكميه، انا كتعجبني لان البصله علاش كتميه لينا ديك الكفته وما كتخليهاش ما كتخليهاش تجينا ناشفه، بهذا المعنى ما تتخليهاش تجي ناشفه وكتاكلوها كتحسوا بها ميها. المهم انا غندير هذه الكميه هذه كامله، انا باغا ندير هذه الكميه كلها، بامكانكم تنقصوا كيف ما قلت لكم، ولكن البصله مهمه كتجي رائعه في هذه الوصفه هذه. المهم كما قلت لكم الكفته، البصله، العصير ديال نص حامضه، تقدروا تعوضوها بالحمض مصير تقطعوا غير اللب ديالو وديروه. عندي هنا القزبر والمعدنوس اللي ضروري تيرافق الحوت، عندي الكمون، الملحه، الخرقوم، البزار، التحميره والثومه بودره. البنات انا الثومه بودره غنديرها، هي نورمالمون ما كايناش ولكن انا عزيزه عليا الثومه غادي نديرها في الوصفه، لان ملي تديروا الثومه في الحوت وتديروها في الفران تتعطي واحد الريحه مجهده. المهم انا غادي ندير شويه غير راس معلقه ديال الثومه بودره، يعني بامكانكم ما ديروش هاد الثومه نهائيا، كتجي بنينه بلا ثومه. وزيت الزيتون بطبيعه الحال. دابا غنبدا معكم، غادي نوضع نجبد واحد المعلقه، نوضع الربيع كما كتعرفوا الحوت كيبغي الربيع، ولكن ما غاديش ندير الكميه كلها يعني بركه. غنعصر نص حامضه كيف ما قلت لكم، تقدروا تعوضوه بحامض مصير، انا عندي حامض مصير ولكن فضلت ندير العصير ديال الحامض. صافي اللي باقي فيها صافي، ندير هذا اللب حتى هو. دابا غادي نضيف التوابل ديالي كيف ما قلت لكم، غادي ندير غير راس معلقه ديال الثومه،
انا ما ديروهاش، يعني الوصفه راه ما تنديرهاش فيها عاده، ولكن دابا تشهيت ندير فيها الثومه. صافي دير غير نص معلقه وصافي. غندير التحميره، شويه ديال الابزار، تقدروا تضيفوا السودانيه، نقدر نضيفها انا معكم دابا شويه، نضيف واحد شويه خرقوم، واحد 4 معلقه حتى هو، الملح صافي، والكمون، تعرفوا الحوت كيبغي الكمون، تقدروا تضيفوا حتى تخرجوها كتجي بشويه بحال الكفته، وزيت الزيتون. صافي غنخلط الكفته ديالي مزيان، غادي نضيف شويه ديال، قلت لكم غنضيف شويه ديال السودانيه، نضيف واحد راس معلقه ديال السودانيه، صراحه اختياريه انا ما عاده ما تنديرهاش، ولكن دابا بغيت نديرها دابا فيها. شوفوا انت غير راس معلقه، نضيف واحد شويه لان ديجا دايره البزار، ما نكثرش. صافي غنعجنها مزيان ونصايبها على شكل كويرات. مهم وندوز دابا باش نوريكم الطريقه الاخرى ديال الشرموله العاديه، صراحه ساهله عاديه، في عوض ما نقليها غادي ندخلوا الفران. يعني السردين كتديروا جوج اطباق طيبوهم دقه وحده، ما كاين لا قلي لا قابلي المقله لا الزيت لا حتى شي حاجه. المهم نحاول نعجنها مزيان. صافي خليها على جنب على ما نصايب معكم الاخرى. المهم البنات بالنسبه للحوت الاخر، السردين الاخر، راجلي اللي بغى يصايبو قالك خليه نصايبو انا، وحنا نخليه يصايبو هو. المهم قالك هو ما بغاش يزيد الربيع، كنت باغا نزيد انا الربيع ما بغاش يزيدو. المهم الشرموله العاديه البنات، هو ضاف الكمون، شويه الخرقوم، شويه ديال الابزار، المهم شرموله عادي حيت عندنا حنا علاش درنا شويه، لان عندنا غير شويه ديال الحوت كيف ما كتشوفوا، عندنا غير شويه هنايا، خصني نجيب شي طبسيل باش نحطو. الشرموله نحطو هنيشان في الماطه، المهم البنات كنت كنقول انا راه كيصور ساعه ستوكاج ديما كيديرها بيا. المهم ها هما الحوتات راه قلال غير خمسة كاينين هنا، راه صايبهم راجلي حطهم هنا. المهم دائما اللاطا كنغلفوها بالبابي كويسون. باقي غنشارك معكم البنات واحد بابي كويسون خديتو، غنخلي لكم التصويره ديالو هنا، كنت خديتو صدق ليا فالصو، عرفتي اي حاجه درتيها فيه كتلصق كلشي كيخسر. غنصور معكم انا نبارطاجي معكم الصوره باش ما تاخذوش، الا طحتو فيه ما تاخذوش. المهم صافي كنحطو الكفته ديالنا بهذا الشكل هذا، كوروها بالشكل اللي نتوما باغيين، بغيتوها دايره بغيتوها دايره بغيتوها هكا تكون. راجلي كيقول لي صغيري شويه ما كيحملش الكفته كبيره، عرفتي كيقول لي بالاشارات ورايا.
لا انا غادي صافي، انا غندير لك شي وحدين صغار. المهم ها نتوما، غندير ليه صغار، نديرو ليه خاطرو. كتجي بحال الكفته ديال اللي كنتو باغي نضيفو فيها الشحمه. انا ما تنديرش فيها الشحمه صراحه، انا ما تنبغيش ليدام، صافي ناكلها بحال هكا. ما تعطيوهاش طياب بزاف الفران يكون، بالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال الطوط شعليها يعني الفوق والتحت، بالنسبه اللي عندهم فران ديال الغاز بحالي غنشعل لتحت يعني اون فوا نشوف اش دات راسها، نهبطها تحمر غير شويه، يعني ما تخليوش الحوت يطيب بزاف، يعني يبقى شي شويه يعني يجي شويه يعني فازك هكاك، ما يجيش ناشف تنشفوه في الفران بزاف. المهم نديروهم لي صغار، قال لك بغاهم صغار، حتى في الحوت كواري ديال لاصوص ما تيحمش الكواري كبار. المهم غنكمل بهذا الشكل هذا حتى نسالي ان شاء الله ونرجع لكم. المهم البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الحوت ديالنا، كيف ما كتشوفوا زيناه بشويه ديال الحامض، زين تيبقى اختياري. المهم الحوت راه تيجي فتيتي يجي زوين، كنتمنى انه ينال استحسانكم وتجربوا في البيوت ديالكم احسن من انكم تقليو الحوت. صراحه فكره زوينه والريحه طالعه منه زوينه، ما فيه لا ريحه الحوت ديك المجهده ولا يعني ما فيش نهائيا الريحه، وفي المذاق راه كيجي رائع. انا ديما كنديرو ماشي اول مره، تنديرو بلا رمضان يعني هو اللي كنعتمد دائما، ما بقيتش كنقلي نهائيا الحوت، قليل قليل فاش كنقلي داك الحوت الابيض صراحه، قليل بزاف ماشي دائما، يعني كاين بعض الناس اللي كل سيمانه خاصهم يقليو، انا ما تنقليش صراحه ما نكذبش عليكم، انا كنقيس على شهور عاد كيتشهاو لي الوليدات شويه القلي، تنقلي بعض المرات وصافي. المهم هذا هو الحوت ديالنا البلاط اليوم، كنتمنى ينال استحسانكم وينال اعجابكم وتجربوه في البيوت ديالكم وتعطيوه لوليداتكم. اذا وصلنا نهايه لا فيديو بلا ما نطول عليكم، انتظروا الجديد وكل ما يفيد مع الام حسناء ان شاء الله في الفيديوهات القادمه باذن الله. اذا ما تخيش بكم كيف العاده، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.